اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر برفقتكم وتستمر سلسله تقاريرنا الصباحيه. دفقنا الان مشاهدينا في ارزاق والرزق الطيب واللقمه الهنيه، فبنتكلم عن مهن هي رئيسه بشكل حياتنا، اهتمامنا بها كاهتمامنا ايضا بمناحل تفاصيل حياتنا المختلفه. يعني البنشر او فن البنشر باختلاف انه هو مكان بيضم مختصين، يعني اذا جاز التعبير، يعني بين هلالين في تفاصيل مختلفه بتخص العربيه وصيانه العربيه. يعني نتابع مع بعض ارزاق ومن ثم نعود مشاهدينا لنكمل مساحاتنا الحواريه المباشره برفقتكم. طبعا شغال في البنشر هنا من 2013 في الصحافة هنا، طولت فينا الحمد لله، شغال هنا قائد ما في أي وجع، لكن معيشة بس يعني شوية نقول الحمد لله بس. والله السواد بيجي الساعة 6 ومرات بمشي الساعة 10 الساعة 11 تم أمشي البيت، بقيل هنا في الدكان يوم، يعني بكون شغال هنا طبيعي، معناتها شغل لما ده شغل والله. شغل البنشر داني مرات بنشتغلوا في الرلساتك في المواتر في الركشات أي دول بيقولوا الشغل، يعني أي شغلة يعني جاتنا تبع السيارات دي بنجاسب فيها الحمد لله. علمت براي لأنه ما أنا مما جيت في الخرطوم ده ما حصل مرة اشتغلت شغل البنشر ده، بس علمت البنشر يا هو ده ماسك فيه ومن 2013 شغال ليه تارح اليوم ده. والله بس ما عندي شغل يعني عشان كده بس بقيت شغال في البنشر ده. أي والله ده آخر شغل اللي هنا اتعلمنا فيه، وما عندنا سنة ما عندنا أي حاجة إلا يوم مصاريف ويوم تطلع كده الكهرباء غالية وتبرد، عارف الظروف أيضا نقول شنو الحمد لله أيضا ما فيها.